السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بروسو. في فيديو ده القناة إن شاء الله النهاردة هنشرح أو يعني استكمال دورة سي بلس بلس جي أي أبلكيشنز بواسطة فيجوال ستوديو. إن شاء الله هنشرح النهاردة الكارت أو الشارت أو الرسم البياني في سي بلس بلس أو الجرافيكس في سي بلس بلس في الواجهات زي ما أنت عايز تسميه سميه. الشارت هي أداة في التولز هنا، لو أنت جيت هنا ودورت عليها كتبت كارت كده هتلاقيها، ممكن تسحبها تحطها هنا هيظهر لك بالشكل ده. دي بتستخدم في مثلا لو عندك مثلا قاعدة بيانات ولا حاجة، عايز مثلا ايه، مثلا طالب كذا كده مثلا، ده فصل يعني ده كده نشيلها، هنوضح الفكرة اكتر. يعني مثلا ايه ده، مثلا هنا بتبقى السيل او هنا بتبقى الاكس. مثلا لو انت مثلا ايه بتعرف رسم بيانات وكده، بيبقى في اكس وواي، الاكس دي هي المحور الرأسي والمحور الافقي. مثلا دي نقطة اكس ودي نقطة واي، مثلا مثلا اكس مثلا 2 3، هي بتبقى ماشية كده في الكارت. في هنا انواع، الانواع هي ان اللي هي الواي، يعني مثلا لو النوع ده مثلا ايه اللي هو الازرق، طبعا انت ساعات بتشوف كده ايه عواميد جنب بعض كده، مثلا في عمود ازرق في جنبيه عمود اخضر، ده ناحيه، ده مثلا الفصل الثاني، الفصل الثالث مثلا عمودين مثلا زيه ازرق واخضر. الازرق ده مثلا بتاع حاجه معينه والاخضر ده بتاع حاجه معينه، دي اسمها الانواع اللي احنا هنستخدمها في الدرس بتاع النهارده ان شاء الله. وهنا اللي هي المحور الرأسي دي اللي هي الحقول دي اسمها الاحداثيات. الاحداثيات دي اللي هي اكس واي اللي انت بتطلع وتنزل كده، اسحب كده وحطها هنا. بعد كده هتلاقي هنا ايه، عشان تضيف انواع جديده تروح عند هنا عند الكارت، بعد كده السيريس هتلاقي هنا في نوع متضاف اوريدي، لا تشيله. مثلا ايه، احنا مثلا ايه عايزين نعمل مثلا برنامج كارت مثلا يقارن بين الدول العربيه مثلا شمال افريقيا مثلا في سرعه النت مثلا، فاحنا هنقول ايه، هنضيف هنا ايه حقل جديد باسم سرعه الانترنت، انترنت سبيد، نوع جديد مثلا ايه، ندور كده على اسمه، اسمه فين فين فين، نيم النيم 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 النيم، فين النيم يا اسطى، ايوه هي النيم اهي. نكتب كده انترنت اندرسكور سبيد، اوكي انترنت سبيد، اوكي. بس هنستخدمها بس كمقارنه دلوقتي، دي كده عشان تضيفها يدوي، تضيفها بالواجهه. تضيفها يدوي ازاي؟ عن طريق ان احنا بنروح للكود هنا عند مثلا، احنا هنستخدم مثلا الزر ده عشان ايه نتعامل مع الكارت. هنروح كده للكود بتاعنا نفتحه، في دعوه بالحاجات دي كده، استنى بس. في عندنا هنا شويه خصائص، في اول حاجه ده الكارت، تعالى كده نسحبه، ده الكود اللي احنا بنضيف منه الانواع جديده، يعني كوبي بيست. تعالى بس ايه، تعالى بس نحطه كده تعليق نشوف ايه اللي هيتضاف، ازاي هيتضاف. بس الاول اللي احنا عملناه كده في الاول، دوس يس، استنى كده شويه معلش. عايز استفسار يا جماعه في اللي انا قلته ده، يا ريت تكتب تحت الفيديو ان شاء الله ارد عليه، ما تنسوش يعني. عايز مثلا خصائص، شرح خاصيه معينه، طبعا مش هنشرح كل الخصائص بس هنشرح شويه خصائص كده اللي انا شايفهم اهم خصائص يعني. طبعا انت في ايه ممكن تشوف بقى مع نفسك كده الخصائص يعني كلها سهله، بس انت ايه ما يعني ما تخافش يعني من خصائص كتير دي. هنا باوز شايف هنا انترنت سبيد، طبعا احنا ما ضفناش ولا حقل، احنا لسه ما ضفناش حقول هنتعامل معاها، لما نضيفها هتظهر دلوقتي. اقفل كده. طبعا انت ايه من خلال ان انت تكتب كارت سيريس، سيريس دي يعني الانواع، اد تضيف بعد كده اسم النوع اللي انت عايزه، مثلا هنكتب انترنت سبيد، برضو اكتب برضو انترنت سبيد زي ما انت عايزه، هتظهر برضو حتى لو انت ما ضفتهاش، يعني انت لو ما ضفتهاش هنا هتكتبها برضو بالكود هنا هتظهر برضو، بس ما تضيفهمش اللي هما الاثنين، يعني تضيف في اليو اي وتضيف في الكود هما الاثنين مش هينفع. لكن نمسح. طب ازاي انا عايز امسح مثلا حقل معين، ازاي همسحه من هنا كده؟ عايز بس انوه عن حاجه بس، ان ايه، ان الانواع والاحداثيات الجديده اللي بتضاف، انت بتضاف لمصفوفه معينه. يعني مثلا انت ضفت مثلا نوع جديد،
ده اول نوع تضيف، يعني ده فيرست تايب بتضيفه للكارت تلقائي. في مصفوفه كده في الكارت احنا هنستخدمها ان شاء الله، بتضاف مثلا اول مثلا بتضاف تتحط في الاندكس 0، بتتحط في مثلا ضفت نوع جديد او تضيف احداث جديد. طبعا كل الانواع عليها مصفوفات لوحدها والاحداثيات ليها مصفوفات لوحدها. اي نوع او اي احداث انت بتضيفه بيتضاف للمصفوفه دي على حسب بقى التسلسل، يعني الاول التاني التالت الرابع كده. كنترول سي، تعالى كده تحت، كنترول في، نقفل كده. هنا بقى الاندكس، واخد بالك؟ احنا مثلا ايه اول بتاعنا اللي هو ده اللي هو الانترنت سبيد، هنضيفه هنا 0. هو ديفولت هو الاليمنت بتاعه بيبقى 0. تعالى كده نعمل ران، مش هنشوف اي حاجه في الكارت بتاعنا. احنا شفنا في الران اللي فات ان في حاجه انترنت سبيد، ان في نوع جديد اتضاف عندنا هنا. مش اول ما هندوس على الزر هيلغيه خالص. استنى شويه بس. ندوس زي ما انتم شايفين يا جماعه، مسح النوع بتاعه خالص. ده عشان تمسح الانواع. يعني هتقولي طب انا مثلا افرض انا عايز امسح الانواع، هل الحقول هتتمسح معاه؟ هنشوف دلوقتي. طب انت مش فاهم يعني ايه حقول الحقول؟ انا بسبق يعني، معلش يا جماعه انا بسبق، معلش انسى الجمله اللي انا قلتها دي خالص، يعني انساها خالص. كارت سيريس اسم النوع، ماشي. ده عشان تضيف بيه الحقول الجديده، الاحداثيات الجديده. كنترول او كوبي، ناخدها هنا كوبي، نحطها بيست، نشيل ده كده، لا ملناش دعوة بكده. الابل نمسحها كده. الكارت مثلا بتاع مثلا ايه، في هنا هنستخدم المواصفات مثلا ايه. احنا هنحدد هنا النوع الاول اللي هو ايه، الانترنت سبيد. مثلا انت هتضيف مثلا كذا نوع، هنضيف بقى دلوقتي هنتعامل برضو مع كذا نوع، بس احنا هنتعامل برضو مع بس مع النوع الاول دلوقتي. النوع الاول في مصفوفه اسمها سيريز، برضو بتضيف لها هنا هي اصلا مصفوفه، يعني في مصفوفه وفي داله، او في قصدي في اوبجكت ليها اللي هي السيريز بقى كلها اللي انت عامل معاها. هنا احنا بنحدد النوع الاول، بعد كده نقول له بوينتس. بوينتس دي عشان نضيف منها احداثيات فيها داله اسمها اد اكس واي، واخد بالك؟ هنا احنا بنضيف الاسم اللي احنا هنضيفه، يعني واخد بالك ايه؟ هنضيف مثلا ايه؟ هنقول مثلا ايجيبت، ايجيبت، واخد بالك؟ ونحدد القيمه بتاعتها، يعني مثلا ايجيبت هتكون مثلا قول 29 مثلا، هي فعلا 29 ميجا في مصر. تعالى كده ايه، ناخده كده كوبي، كنترول سي، كنترول في، كنترول في، كنترول في كمان يا عم، ماشي. تعالى كده ايه، الجيريا مثلا، الجيريا مثلا قول فيها 40 مثلا، خد بالك. موروكو، موروكو قول مثلا فيها 59 مثلا، مثلا دي فيها 99 مثلا، نقول مثلا تونس، تونس. تعالى كده من رام، يس. استنى كده شوية، بس كده عشان ما يظبط نفسه كده، ناخده كده دوس. زي ما انتم شايفين يا جماعه اتحددت معانا. هو طبعا بيديها قيمه ديفولت، يعني هو بيدي الماكس اخر حاجه مثلا ايه، بيشوف اخر رقم عشري وبيضيف. يعني مثلا ايه، لو انت ضفت مثلا 100، لو انا ضفت مثلا 109 بيحطها هنا 110، يعني بيشوف اخر ايه اقرب رقم طبعا لفوق، فوق الرقم ده ايه اقرب رقم 10 وبيحطه عشان يقارن بيه. هنا ايجيبت هي الجيريا موروكو تونس. طبعا انت ممكن ايه بقى تتحكم بقى في الحاجات دي براحتك، تتحكم في اللون، في الخصائص هنا بتاعت الحاجه بتاعت الكارت. طب احنا لما نيجي نضيف نوع هنا هل هيدي نفس اللون؟ لا، هو الديفولت بيديه لون مختلف. تعالى كده نشوف، خد بالك. تعالى كده نضيف نوع مختلف مثلا هنا عشان تعمل ريموف لحاجه معينه.
تعالى كده انا اسحب دي كده عشان تعمل ريموف لاحداثي معين، كنترول سي مثلا، ايه هنحذف مثلا مصر، كنترول في ده كده. طيب الاول هنحدد النوع اللي احنا عايزينه، ونحدد البوينت اللي احنا البوينتس نحدد بوينتس يعني احنا هنمسح بالاري بتاعتنا. طبعا ايجيبت هنا هي الاري موجوده في الاري 0 1 2 3، يبقى احنا هنشيل 0 ريموف ات 0. تعالى كده نعمل ايه ران. طبعا احنا مش هنلاقي ايجيبت، هنلاقي الجيريا وموروكو وتونس بس. استنى كده شويه، بص كده الجيريا موروكو تونس بس. ماشي على كده امسحها. طب سيبك من دلوقتي من تحديث القيم دي، هي سهلة برضو ما فيهاش حاجة. تعالى كده ناخد كوبي بس عشان نبقى شرحناه بالمرة، وبعد كده نشرح ازاي تتعامل مع كذا واحدة. كنترول سي كنترول في شيل دي كده شيل دي كده وبرضه شيل دي كده شيل دي كده. نحدد النوع بتاعنا زيرو، وهنا بقى نحدد اللي نستخدم الاريز بتاعتنا، لان احنا هنحدد القيمه اللي يعني بص بتاعت ايجيبت مثلا. احنا هنحدد ايجيبت هنقول مثلا سيد فاليو، خلي بالك بص يعني هو ملوش دعوه بايجيبت، يعني هو مش هو البوينتس دي مش بتتربط بالاكس ولا بالواي، هي حقل الاكس بتاعته بايجيبت والواي بتاعته ب 29 او القيمه بتاعته مثلا. تعالى كده ايه نحدث مثلا، خليها مثلا ايه مثلا خليها مثلا ايه السعوديه مثلا، السعودي مثلا خلي القيمه بتاعتها مثلا نقول 90. خد بالك بعد كده مرن، خلي بالك بص هو هيضيف. طب تعالى كده ايه يعني مش شرط مش لازم نعمل زر، يعني انتوا اكيد فاهمينها، يعني ان هو هيضيف الاربعه دول، بعد كده هينزل تحت هيعدل في القيمه بتاعت دي اللي هي اسمها في ده اللي اسمها سيت فاليو اكس وواي. تعالى كده مرن يس. طبعا احنا مش هنلاحظ التغيير، يعني اللي هو ان هو هيك هيكتب الاربع حاجات ده، بعد كده هيعدل في الاولانيه بسرعه، فاحنا مش هنلاحظ. ممكن اعملها والله بس بوتوم، بس مش عايز الفيديو يطول يعني اكتر ما هو طويل اصلا. تعالى كده ايه هنلاقي سعودي والجيريا موروكو تونس. طب ازاي انا اضيف نوع جديد؟ بالطريقه العاديه بتاعتنا عادي مفيش اي مشاكل، هتضيف بنفس النوع. طب تعالى ايه نشيل ده كده بس الاول، عشان احنا كده ايه احنا خدنا الفكره خلاص. نكتب ايه هنا، ناخد برضو الحاجه دي بتاعتنا فين ايوه دي كنترول سي كنترول في، هتضيف مثلا خليها مثلا ايه بتاعت بدل انترنت سبيد نخليها مثلا ايه استعمال مثلا يوزنج استعمال سي بلس بلس مثلا، ده معدل استعمال دول دي سي بلس بلس او شعبيه سي بلس بلس فيها. طب هتضاف هنا هتضاف بنفس الطريقه يا جماعه مفيش اي اختلاف خالص. هتيجي هنا تاخد دي كده، تعالى كده ناخدهم كلهم كده عشان هنعدل عليهم. هو مش مربوط يا جماعه مش بمصر بايجيبت والجيريا، هو مربوط بالحقل اللي هو فيه. كنترول سي كنترول في، بس هنغير هنا في السيريز، بدل هتبقى صفر هنخليها واحد. طبعا هو بيتضاف هو واحد ضاف واحد تلقائي بوينتس، هنعمل اد اكس وواي. ايجيبت هنا هو بص هو هيلاقيها هنا ايجيبت وايجيبت، فمش هيغير في حاجه يعني مش هيضيفها مرتين. مثلا خلي دي مثلا ايه ب 50 مثلا، مش عايزين نزيد عن 100 مثلا، نخليها مثلا دي 60 برضو، ودي مثلا نخليها قول 40، ودي مثلا خليها 70 مثلا. خد بالك كده ايه لوكال اونز ديماجر يس. استنى كده شويه، طلعوا يا جماعه بالتمرس بقى، ويعني انا عارف انها مش هتبقى واضحه في الاول خالص، يعني انت بالنسبه لك كده انت هتوه،
بس مع التمرس بقى وانك تكتب اكواد كتير بالبتاعه دي وكده، هتلاقي نفسك انت متذكر وبقيت محترف فيها كمان، ومع اكتشاف الخصائص الجديده برضه هتحترف الموضوع ده ان شاء الله. يعني دوس هنا كده هنلاقي ايه، ايجيبت اتضافت عندها هنا، الجيريا، موروكو، تونس. طبعا كل ما بتضيف حقول كل ما البتاعه دي بتصغر، يعني هي مثلا لو احنا ضفنا حقل واحده هتلاقيها كبيره قوي اللي هي العواميد دي. ممكن برضو انت تتحكم في الحجم بتاعها من الخصائص بتاعت اليو اي. هنلاقي هنا ايه، انترنت سبيد ويوزنج سي بلس بلس. طب حد هيسالني هل الاشكال دي بس هي الموجوده، يعني ما فيش غير دول بس هو الموجودين العواميد دي بس؟ لا، في اشكال كتير. تعالى كده نشوف، اوريك بس كده، انت ممكن تعدل عليها من اليو اي من هنا من الخصائص هنا. هنا ايه، ننزل كده تحت سيريوس، تقريبا في السيريوس، ايوه هنا هنلاقي ايه الكولم بتاعنا، في هنا بوينت، في هنا نقط، في هنا فاست لاين، في هنا بار، واخد بالك انها تبقى كده، في هنا ستاكد، ستيكت مش عارف دي لازمتها والله، في هنا برضو دي من غير ما يتخطط سبلاين برضو انها تبقى كده. لا ايه يعني ايه، انها ترتيب الاشهر اللي بتاعت ايه، بدل ما هتبقى عواميد تبقى كده، لوش مثلا اول شهر تبقى كده، تاني شهر تنزل تطلع، يعني حاجه زي بتاعت البورصه كده، بس ملناش دعوه بيها، كنسل نرجعها زي ما هي. بتيجي بقى خاصيه مهمه جدا، ان انت ازاي تحذف حقل دلوقتي، يعني انت ايه قدامك الحقل دلوقتي. احنا اتعلمنا ازاي نحذفه من ان احنا نحدد السيريس نوع، بعد كده نحدد البوينتس النقطه اللي احنا عايزين نحذفها او الحقل اللي احنا عايزين نحذفه، وبعد كده بنحذفه من ريموف اد. طب هنعمل كده ازاي؟ طبعا بالطريقه العاديه دي مش هتنفع. طب هنعمل ايه؟ هنضيف برده نفس السطر، بس برده هنضيف سيريس 1. بمعنى تعالى كده ايه، ناخده كده ايه، ايوه سيريس، لا احنا كده بنحذف نوع، سيريس، ايوه دي اللي هي بتاعت ريموف اد دي، كنترول سي، انا كده ايه تحت كنترول في، عدي دي ماوس ابن جزمه، شيل دي كده، شيل دي برضو كده، زيرو هنا وزيرو هنا كده، برضو ناخده كوبي، برضو كنترول سي كنترول في بلاك، بس هنا بقى نغير، هنا هنغيرها بواحد كده. احنا بنقول له ايه في النوع الاول والنوع التاني احذفهم عشان برضو ما يحصلش اخطاء، لان انت لو حذفتهم من النوع الاول هيحصل اخطاء معاك في الشارت والشارت هيتلخبط. تعالى كده ايه نعمل ران كده، احنا بنحذف ايجيبت صح؟ بنحذف ايجيبت، استنى كده شويه، لا الجيريا وموروكو وتونس بس هم اللي اتضافوا، احنا شلنا ايجيبت. معلش يا جماعه بس طولت عليكم في الدرس بتاع النهارده، كان طويل شويه بس كنت محتاج اشرح حاجات كتير، وبعدين انا بطيء في الشرح فسامحوني شويه يعني. بس هو ده كان درس النهارده يا جماعه، انا اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجب الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش حط اللايك، ولا انا ما عجبكش ليه، نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.